قاد دولة آل رشيد. وقبل التاريخ ده دارت معارك كتير بين آل رشيد وآل سعود، وفي معظم المعارك كانت الغلبة لآل رشيد اللي كانوا دايما بيعتمدوا على دعم الدولة العثمانية. لكن في النهاية قدر الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من منفاه في الكويت إنه يكسب دعم آل صباح بالإضافة للدعم البريطاني ويتغلب على آل رشيد ويسقط دولته. وبعد سيطرته على معظم مدن الدولة وقع الأمير عبد العزيز اتفاقية القطيف مع السير بيرسي كوكس المندوب السامي البريطاني بالسعودية، تعترف بموجبها بريطانيا بسيطرة عبد العزيز على نجد والإحساء والقطيف والجبيل، لتتخلص بريطانيا تماما من آل رشيد التابعين للدولة العثمانية اللي أعلنت الحرب على بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى. وظلت بريطانيا تدعم الأمير عبد العزيز آل سعود في معاركه ضد آل رشيد من قبيلة شمر، إلى أن سقطت جميع المدن بيد آل سعود وأعلنت من وقتها المملكة العربية السعودية، وأصبح كل من يعيش بتلك المنطقة هو مواطن سعودي. كانت نجد تحت حكم شمر منذ عام 1489 ميلادية. بدأ الحكم بآل علي اللي كان من أشهر أمرائهم حسين آل علي الملقب بأمير البادية، وانتقل الحكم في عام 1834 إلى آل رشيد بعد إنهاء دولة آل سعود الأولى على يد الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا بن محمد علي باشا، وهم من شمر أيضا وأبناء عمومة آل علي. ومنذ سيطرة آل سعود على المملكة قاموا بالقضاء على جميع آثار آل رشيد، ومن أهم المعالم اللي أصبحت أطلال اليوم قصر برزان في مدينة حائل اللي اتبنى عام 1808 في عهد محمد بن عبد المحسن آل علي الشمري على مساحة تتجاوز 300,000 متر مربع ومن 3 طوابق. وبعد سقوط حائل عام 1921 أمر أميرها الجديد عبد العزيز بن مساعد آل سعود بهدم القصر بالكامل، وتحول مكان القصر إلى ساحة مرصوفة وخالية. ومن أهم أعلام شمر في العصر الحاضر الشاعر طلال الرشيد اللي ألف قصيدة تحدث فيها عن أمجاد شمر، وبعدها قتل بشكل غامض أثناء رحلة صيد له في الجزائر. ما يكبرني لقب وما يصغرني إلى انكرني صغير، يا صغير ما يكبرني لقب وما يصغرني إلى انكرني صغير، ما خذينا الصيت من جمع الذهب ولا نسابة شيخ أو قربة وزير، كاسبين من السيف الحبيب.